ازيكم يا محبي الابراج، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات النهاردة ليوم الثلاث 29 نوفمبر تشرين الثاني 2022، هيبقى النهاردة بيعرضك رجوع المريخ بشكل كبير جدا جدا مع زحل اللي بيعتبر مستقر. مركور النهاردة عنده معارضة مع مارس، ممكن تبقى من خلالها عندك توترات كتيرة جدا هتبقى بتتعلق بيك انت شخصيا، وهتبقى بتشعر من خلالها باستياء كبير وواضح جدا النهاردة في حياتك. الغضب ممكن يبتدي يظهر فوق كل مشكلة هتبقى عندك حتى لو كانت فنية. القضايا اللي بتبدأ قدامك النهاردة ممكن تبقى شوية بطيئة والأمور مش بتمشي بسرعتها المفروض تمشي عليها، لكنك انت ممكن تبقى سريع في انك تعرف تحل المواضيع في كل الأفعال اللي بتبقى متعلقة فيها بشكل لفظي النهاردة. هتعرف تتكلم حتى لو كنت حاسس انك مضغوط، هتنجز كل امورك بسرعة حتى لو كانت الوتيرة قدامك محمومة. هيكون عندك هائج ومنافسين كتير ومقاتلين ليك بشكل واضح، خليك اكتر حرص النهاردة من الاشخاص اللي حواليك حتى لو بتتكلم معاهم. هتنتقل النهاردة لحاجات كتير هتبقى بتثير الجدل وتثير حيرتك في يومك ده. هتوصل النهاردة لتوتر عصبي كتير في نقطتك لانك تنطلق من خلالها، هيكون ده فوضوي في البداية لكنه هيؤدي في النهاية انك تنقي الهواء بشكل كبير. بنصحك بس انك تحترس من اي كلمات ممكن تبقى حادة، ممكن تخطئ في حكمك على شخص النهاردة هيحصل بسبب العبور ده كل عامين تقريبا، خليك مستمتع بيه. هيشكل عطارد سداسي مع زحل في الليلة دي، حتى لو شعرنا بتوتر شوية هيكون في تفكير منطقي اكتر للامور. خطوة بخطوة هنعرف نبقى مفيدين اكتر وهادئين اكتر، هيعزز الجانب ده نهجنا اللي بيعتبر مدروس وفعال لكل العالم من حوالينا. هنشوف من خلاله فوائد كتيرة في التنظيم اللي عندنا، هنشتغل بشكل قوايم ونهتم بكل التفاصيل اللي هناخد بيها قرارات مهمة وقرارات سليمة. هنجذب من خلالها أفكارنا ومحادثاتنا العملية أكتر، من السهل أننا نوجه كل طاقتنا العقلية النهاردة لحاجة بناها نبقى من خلالها مستعدين عقليا أكتر. هنرغب في كتير من النظام في حياتنا وهنسعى من خلاله لغاية ما يدخل القمر لبرج الحوت في المساء في اليوم ده.